رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، ويعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة مواصلة جهود تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بما يتسق مع الدستور وتنفيذا للالتزامات الدولية. ووجه الرئيس السيسي الحكومة بتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبمواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساو لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخا لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز.